المهم كنبغيو ندعو هذا الفوز للدراري اللي خلينا في الدار البيضاء. هذه يلاه البدايه ان شاء الله. يلا رجعنا واحد التعثر. دابا كنا خسرنا السيمانه اللي فاتت، حاولنا نعوضوا بهاد السيمانه وان شاء الله هادشي اللي جاي لقدام ان شاء الله كنا الرباحات باش نصوفيو ونمشيو مزيان. او ايوب او ايوب الشاب. وكنشكر كنشكر اللعابه صراحه عطاو اكثر من جهدهم. الله يعطيهم الصحه. وكنتمناو ان شاء الله نمشيو مزيان هاد العام ان شاء الله، وحتى كاسعار غنمشيو فيه مزيان ان شاء الله. السلام عليكم. اولا كنشكر جميع مكونات فريق راسينغ البيضاوي واللعابه كاملين، الحمد لله اداء طيب في المستوى. جينا ان شاء الله الحمد لله عازمين باش نحققوا التاهل اللي يعطينا حافز ان شاء الله في البطوله، باش اننا نحيدوا السلسله ديال النتائج السلبيه وناخذوا الثقه باش ان شاء الله نمشيو قدام ان شاء الله في سبوره الترتيب وان شاء الله نحققوا. يعني كي جاك المنافس اتحاد سيدي قاسم؟ منافس كان حتى هو ند مبارده في اجواء رياضيه. الحمد لله حنايا تالينا اننا ندوزو ان شاء الله الحمد لله. وكنبغي نشكر السي الرئيس ديما كيدعمنا وكيوقف معنا، وكنهداو ليه هذا الانتصار هذا من هذه المباراه هذا. وشكرا للزملاء ديالي وجميع الستاف تكنيك. السلام عليكم. بعدا نقول لكم اول حاجه كنهدي هذا التاهل للدراري صحابنا، كنهدي لهم التاهل هذا. وكنبغي نهدي حتى الرئيس اللي تا صراحه اللي موفر لنا كل شيء وصابر معنا بزاف. وان شاء الله كنبغي نقول للجماهير ان نادي راسينغ البيضاوي هذا العام غيقول الكلمه ديالو. غنداركوا داك الشيء كما كيشوفوا البطوله ما غاديش مزيان. الحمد لله بقينا نربحوا هذا المقابله ديال كاس العرش باش نزيدوا المعنويه، نطلعوا المعنويه ديال الدراري. والحمد لله هذا الشيء اللي تاثر عن طريق ضربات الترجيح. ما ساعدناش لحد نبروبوزيو لو جو ديالنا، الكازو كان شويه بخيب، لادفيرتير حتى هو كان مزيان تبارك الله. ان شاء الله راه غادي نوجدوا الماتش البطوله كونتر الجمعيه السلاويه ان شاء الله باش ان شاء الله نفوزوا ونحيدوا من ذاك المركز اللي كاع ما كيشرفنا لا حنا لا فريق نادي الراسينغ البيضاوي. وان شاء الله كنبغي نقول للدراري شكرا على القتاليه ديالهم، عطينا 120 دقيقه وضربات الجزاء اللي كانوا الدراري كاملين مكونسونطرين فيهم. وان شاء الله راه غيكون من هنا لقدام غير الخير ان شاء الله. شكرا. هل